عودة لعشرة الصبح بالأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. والحقيقة الأجواء ابتدت تشتعل وكاس العالم هيبتدي يسخن. تابعنا امبارح ثلاث ماتشات مهمة هنتكلم عنهم، وهنتابع النهاردة إن شاء الله أربع ماتشات مهمة وبرضه هنتكلم عنهم في فقرتنا دي اللي منورنا فيها الناقد الرياضي الأستاذ محمد مصطفى. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح الفل يا أستاذ كريم، صباح الفل يا أستاذ هواندو. صباح الفل على حضرتك، كلها منورنا بجد. ربنا يخليك، شكرا. خلينا نبدأ بالماتشات امبارح والفترة اللي فاتت، ونبدأ بعد كده الحديث عن مباريات النهاردة. أربع مباريات في غاية الأهمية، واحدة منهم خلاص يعني تقريبا تفصلنا عنها ساعة حاجة زي كده. السعودية والأرجنتين. أكيد يعني هنتكلم بقى في التفاصيل وهنتكلم عن المنتخبات العربية كل ده، بس عايزة أروح معاك للفوز على إيران وإنجلترا، يعني إنجلترا وإيران 6-2. البعض شاف إن دي حاجة إنجاز عظيم جدا لإنجلترا، والبعض الآخر قال لك يعني ده ستيل منتخب إيران، يعني مش المنتخبات المفروض إنجلترا تقلق أمامها أو يبقى سكور مختلف. يعني بتشوف بداية المباراة دي إزاي كانت؟ بص، بداية مجموعة إنجلترا هو بالنسبة لي الأمر محسوم فيها شوية، لأنه جاب واسع شوية ما بين إنجلترا ومنافسينها في المجموعات. بالزبط. ممكن تواجه صعوبات شوية في ويلز او امريكا، بس ايران شويه كان في جاب شويه في المستوى ما بين ايران وانجلترا. بس محتاجين ناكد ان منتخب ايران برده مش منتخب يخسر 6-2، يعني بالعكس المنتخب عنده عناصر كويسه جدا، بيلعبوا برده في اوروبا. منتخب اكبر خساره ليه في تاريخه هي خساره رسميه، هي خساره مباراه الامس امام انجلترا 6-2. بس على الجانب الثاني منتخب انجلترا هو منتخب متكامل جدا، منتخب بطولة اليورو بيوصل للفاينل، بيخسر ببلينات أمام إيطاليا، بطولة كأس العالم اللي فاتت وصل لسيمي فاينل، عنده لعيبة من أحسن لعيبة اللي في العالم. النهاردة أنت التبديلات امبارح كانت مين؟ جريليش، راشفورد، فودن، اللعيبة التقيلة قوي اللي في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على مقاعد البدلاء. بتشوف تألق لبيلينجهام، بتشوف تألق لساكا. امبارح في أرقام قياسية غير طبيعية عملها منتخب إنجلترا ولعبته. ساكا مثلا بيسجل لاول مره في المونديال، وبيلينجهام نفس الكلام، وهو تاني اصغر لاعب في تاريخ انجلترا بيسجل بعد مايكل اوين. عدد كبير جدا من الارقام الكويسه حققها اللعيبه الانجليزي امبارح، ودي تاني اكبر فوز لمنتخب انجلترا في التاريخ في بطوله العالم بعد ما فازوا على بنما 6-1 البطوله اللي فاتت. كتير قوي من المصريين كانوا عينهم على منتخب ايران وعلى ماتشات منتخب ايران. بالظبط. وابتدينا بقى نشوف حاجات، وانت عارف اللطائف بتاعه السوشيال ميديا. والله اعلم يعني مدى صحه فكره ان هو رد على هذه التعليقات وبيقول ما معناه، يعني انا مش عارف ليه المصريين مركزين قوي في خساره ايران، ومش انا السبب في ان مصر ما شاركتش في كاس العالم. انا مش عارف مدى مصداقيه هذا الكلام، لان انا قريته من خلال السوشيال ميديا ومش دايما بتبقى موثوق فيها الحقيقه. بس فكره وجود كيروش كانت عنصر جذب لكتير من المصريين للمتابعه، ولما تابعوا اللقاء والنتيجه الكبيره ابتدت الافيهات تظهر. انت شفت الحكايه دي ازاي؟ بص، الناس شويه ركزت مع كيروش كمان بعد ما مصر فازت على بلجيكا وشافوا اداء كويس. أيوة. فبداوا يقولوا ايه ده، احنا عندنا قماشه حلوه، احنا نعرف نكسب بلجيكا، احنا لو كنا موجودين في كاس العالم كنا كسرنا الدنيا. أيوة. بس ده مش مقياس، لا، احنا محتاجين نصبر شويه علشان تقدر تقيم تجربه فيتوريا وتقيم اللعيبه بتاع المنتخب دي لما تتحط برضو في مواقف تانية وتشوف مدى تاثير فيتوريا مع المنتخب. وجهه نظري الشخصيه، انا لا، كيروش عمل حاله حلوه مع المنتخب، مستلم منتخب مهلهل خالص بعد كابتن إيهاب جلال والخساره برباعيه امام كوريا والتعادل في مباراتين في تصفيات افريقيا في مباريات سهله جدا، استلم منتخب مهلهل خالص، وكان قبلها كمان التجربه بتاعه كابتن حسام البدري. ف كيروش بالنسبه لي بالعكس هو عمل توليفه كويسه من اللعيبه، اعاد اكتشاف لعيبه زي محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد، احمد رفعت، ضم في بطولة العرب حسين فيصل، لعيبة انت عمرك ما كنت تسمع عنها، هو ضمهم وجازف بيهم. فبالعكس انا بشوف ان كيروش مدرب كويس جدا، ولكن الناس انتظرت بعد الاداء اللي شافته في بطولة العرب وبعد الوصول لنهائي كاس الامم الافريقية انه خلاص احنا عايزين بقى ناخد كاس الامم ونوصل كاس عالم. بس لسوء حظنا ان احنا بنتقابل مع منتخب السنغال، اقوى منتخب افريقي موجود دلوقتي وفي عزه، ومنتخب يعني كان موجود في فاينل 2019، ومنتخب عايز يوصل كاس عالم، عنده استقرار فني مع علي سيسيه. فانت حظك وحش جدا، انت تحفظات كتير على اللقاء ذات نفسه، وده اللي برضو خلى مصريين كتير امبارح يعلقوا ينزلوا صوره محمد صلاح ووشه كله اخضر من الليزر في الماتش الشهير، وقال لك كل التهاني للشقيقه هولندا. انت فاهم قصدي؟ لا، ده كمان في الاحسن من كده، ان محمد صلاح قاعد تحت الفندق بتاع ساديو ماني وبيغني له عارفين هولندا عارفينها.
ما شفتهاش. يعني لا هو مش هيفهموا عامه هو راح عمل كده فعلا. لا 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 ده انا بهزر برضه. انا قلت هو في ايه كوميكس؟ لا بنتكلم على الكوميكس يعني والافيهات يعني. بس القصه ان برضه السنغال انت بتقيمها ازاي؟ يعني السنغال طبعا لما لعبتنا كانت حاجه، ودلوقتي برضه في لعيبه مش موجوده، في اداء مش نفس الشكل. خليني برضه اروح معاك للنقطه دي. بصي، منتخب المنتخبات الافريقيه عموما دايما ما بنشوفش منها نفس الوجه اللي بنشوفه في مبارياتنا معاها في كاس العالم. ليه بقى؟ يعني منتخب الكاميرون ده يعني ده كان فيه الاسود طبعا. المنتخب اللي كان بيلبس كات ده وسونجو وجيريمي وايتو وبتاع. انت المنتخب ده بيخرج من دور المجموعات طول تاريخنا، ما فيش ولا منتخب افريقي عدى من دور المجموعات، بس احنا بنتكلم في حالتين ثلاثه، السنغال والكاميرون. السنغال لما وصلت دور الثمانية 2002، وكاميرون لما وصلت دور الثمانية مع روجيه ميلا في 99 في 90. وبتتكلم في المنتخبات العربية، جزائر، سعودية، تونس، مغرب بس اللي صعدوا كل واحد في مر لدور ال 16. طب ليه العرب والأفارقة مش وش بطولة؟ يعني ليه مش مكتوب لنا في مرة نوصل ونلعب في النهائي؟ برغم ان احنا في منتخبات الناشئين والشباب تلاقي مالي بتلعب في نهائي كأس عالم، السنغال بتلعب نهائي كأس عالم، بس الوضع بيختلف بسبب النظام اللي موجود في اوروبا. اوروبا وامريكا اللاتينيه متفوقين جدا في كاس العالم، والجاب كبير جدا ما بيننا وما بينهم في كاس العالم. انت بتشوف امبارح السنغال معاه مندي افضل حارس مرمى في العالم، اخطاء ساذجه جدا، اخطاء ساذجه بتضيع مجهود فرقه وتخلي بلاد الهدف الاولاني بالظبط. الكره سهله جدا، مش محتاج ان انت تطلع فيها اصلا، في مدافع مع اللعيب، انت مش محتاج ان انت تطلع وكلفت فرقتك في النهايه هدف كان السبب في خساره منتخب السنغال. فدايما اللعيبه الافارقه في كاس العالم نسبة التركيز بتقل جدا، فارق والجاب في العقلية وفي الشخصية بيظهر في الأوقات دي، ده اللي في النهاية بيأثر على المنتخبات الأفريقية وبتلاقيها بتخسر. ولكن إجمالا لا، المنتخب السنغالي هو منتخب قوي جدا طبعا. أتمنى يعني أن المنتخب السنغالي يكمل، لأنه هو منتخب إذا وصل دور 16 ممكن تلاقي السنغال تكرر إنجاز 2002. بس كل ده هيتوقف على مباراتها القادمة أمام قطر، ثم مباراة الإكوادور اللي بشوف إن المباراة دي هتبقى هي مباراة حسم لي المركز الثاني في المجموعة. اللهم إلا إذا قطر بقى يعني عملت مفاجأة صدفة. احنا قلنا ما ممكن على فكرة، متوقع الله أعلم، بس يعني بالبداية اللي احنا شفناها دي مش كان في خوف، كان في خوف عند اللعيبة اتكلمنا عنه أنا وكريم في بداية الحلقة. يعني أنت منتخب قطر وأنت بتلعب على أرضك، وأنت يعني المباراة الافتتاحية وعمرها ما حصلت غير يعني من زمان جدا إن صاحب الأرض يخسر في المباراة الافتتاحية، والعالم كله مساندك العرب يعني كنا مستغربين يعني ليه اللعيبه بتلعب بهذا. يمكن اخر 10 دقائق اللي شفنا فيهم قطر بصراحه الشوط الثاني يعني صحيح. انا صدمتي اكتر في قطر الاداء. انت راجل لعبت كوبا امريكا، وراجل لعبت في مع 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 فرق اوروبيه كتير، لعبت كاس اسيا وكنت مكتسح في بطوله كاس اسيا، فالمفروض ان انت تخش المباراه دي انت اللعيبه هتبقى عايز تاكل النجيله. انا قصاد 60,000 متفرج. انت شايف ايه اللي منع اللعيبه دي انها تاكل النجيله؟ يعني ايه اللي حصل فنتج عنه اللي احنا شفناه؟ اولا هو انا اشوف ان في سببين ادوا لخساره قطر. السبب الاول هو الخوف الكبير اللي ظهر على اللعيبه. اداء وشكل كاس العالم، ان قطر كسبت حق استضافه كاس العالم، واللعيبه دي كانت لسه عندها 12 13 سنه. ده حلم اتولد عند لعيبه كتيره هناك ان هم عايزين يلعبوا كاس العالم. فاللعيبه دي النهارده اتفاجئت انه ده كاس عالم، انا بلعب في افتتاحيه كاس عالم قصاد 60,000 متفرج، العالم كله بيشوفني، اجواء كاس العالم اكيد مختلفه عن كوبا امريكا ولا مختلفه عن بطوله اسيا. فظهر قوي التوتر على اللعيبه. النقطه الثانيه وهو سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري اللي اعتمد على نفس التوليفه والشكل واللعيبه والادوات اللي معاه على مدار سنوات طويله دون يعني احداث اي تغيير فيها. بتتكلم في نفس العناصر، بتتكلم في اكرم عفيفي ومعز علي، او اكرم عفيف والمعز علي، هما الاثنين الفلودين هما اللي ثابتين لمده 4-5 سنوات مع منتخب قطر. اي كوتش هيقابل منتخب قطر هيكون هيذاكر منتخب قطر بسهوله جدا، ماتشين ثلاثه يعرف مفاتيح لعبهم ويقدر ان هو يقفل عليهم بشكل سهل. تمام، تعالى بقى نروح للنهارده. يلا بينا. خلاص ساعه تقريبا وهنتفرج على الارجنتين والسعوديه، ومباراه قويه، ومباراه البعض قال لك يا عم لا قويه ولا حاجه، الارجنتين هتخش تخلص، خصوصا بعد تصريح ميسي الاخير اللي قال لك انا جاهز للمباراه، واحنا كنا بنقول له ما تجهزش انت من غير ما تجهز والنبي ما تجهز. يعني لا بجد اتكلم، يعني نتكلم بقى جد، هل بتتوقع هتبقى مباراه قويه فيها تنافسيه ام مباراه محسومه منذ الدقائق الاولى؟ محسومه، ولكن رينار استعد كويس قوي مع المنتخب السعودي خلال الست شهور اللي فاتوا.
عمل 8 وديات. الثمان وديات دي كان السمة البارزة عند رينار انه ما بيتلقاش اهداف كتير. يعني كل مباريات السعودية اتعادل ماتشين 0-0، اتعادل ماتش 1-1، خسر ماتش 1-0 بتاع كرواتيا. يعني النتائج كلها ماشيه بنفس الطابع والشكل. مفيش يعني هاي سكور كان في وده السعودية. ده دي كانت اكتر سمه يعني بتميز المنتخب السعودي في المباريات. المنتخب السعودي خسر 5 من اوروغواي، خسر 8 من المانيا، فكان دايما في مشاكل في مباريات المنتخب السعودي مع الفرق الكبيره. فكان واضح جدا ان رينار بيذاكر مع المنتخب السعودي ازاي انه دايما يقفل المساحات، يلعب زون، يحاول ان هو ما يتلقاش اي اهداف. بس ده اثر عليه على الجانب الهجومي، ان في الثمان ماتشات الوديه اللي لعبهم من شهر 6 ل 12 دخل 3 اجوان بس، رغم ان عنده عناصر كويسه جدا. فعلا مشكله بالظبط. النقطه الثانيه، رينار بيعول على فكره ان لعيبه الهلال عندها تجانس. تشكيله المنتخب السعودي اللي هتبدا ماتش الارجنتين دلوقتي فيها 9 لعيبه من الهلال. لا بس هو لعب هجومي، سوري، دفاعي بحت. يعني هيقفل دفاع بحت قصاد منتخب الارجنتين، هيحاول يعتمد على سرعات سالم الدوسري والشهري في الخط الامامي، يلعبوا كجناحات يقدروا ان هم يحاولوا ينقلوا المنتخب السعودي في الهجمات، مع طبعا الاعتماد على قائد الفرقه سلمان الفرج في وسط الملعب، عنده كره شويه يقدر ينقل كوره. انا اعتقد ما عندوش اوبشن تاني غير انه يحاول يقفل. طالما انت بتلعب فريق زي الارجنتين ده، انت يعني فعلا لا تملك غير التقفيل، وتدعي ربنا انك تنجح في التقفيل. بس انت كده بتدي له فرصه كبيره قوي ان هو يعني زي ما بيتقال كده يركب المباراه من البدايه. ما هو لازم يركب المباراه، انا ادي له استحواذ بس ما افتحش ملعب قصاده وانا اللي هعاني. يعني انا لو فتحت ملعب كسعوديه امام الارجنتين طبعا. لو فتحت اللعب انا ساعتها هخسر بهاي سكور كسعوديه طبعا. لازم يقفل. يبقى كده التفوق الفني عند الارجنتين ما فيهوش مقارنه اصلا يعني. طبعا طبعا. فكره ان رينار نفسه عنده خبرات سابقه شخصيا بقى مع كاس العالم ايام ما كان مع المغرب، هل تفصيله زي دي ممكن تفرق، تبقى عنصر يعني قيمه مضافه في حالته؟ طبعا طبعا. ان رينار فنيا بقاله فتره مع المنتخب السعودي، درس المنتخب السعودي كويس قوي واختار العناصر المهمه المناسبه ليه. ثانيا خبرات رينار مع المنتخبات اللي دربها فرقه معاه جدا ومدياله شخصيه، قادر ان هو هيقدر ان هو يفرض طبيعته وشخصيته على لعيبه المنتخب السعودي، يلتزموا باللي هيطلبوا بيه في الملعب. ولكن المنتخب السعودي هو بيلعب بطريقه 4-3-3، 3 ديفندرات في وسط الملعب، دايما هتلاقيه مقفل الطرفين، هيحاول ان هو دايما يلعب الزون ويعتمد على زي ما بقول لك سرعات سالم الدوسري والجهري في الخط الامامي، علشان يحاول ان هو يعمل هجمات مرتده على منتخب الارجنتين. ولكن اي مجازفه منه بفتح اللعب ده هيكون خطر جدا طبعا. في ظل وجود ميسي وميسي يعني كاس العالم ده طبعا. هو داخل لازم يكسبه طبعا. وبعدين منتخب تقيل قوي، انت مش بتتكلم عن ميسي بس، بتتكلم عن وجود ديماريا، بتتكلم عن لوتارو مارتينيز، بتتكلم عن عدد كبير جدا من اللعيبه في المنتخب الارجنتيني عندهم المهارات ويقدروا يخلصوا من نص فرقه. فلا سبيل امام المنتخب السعودي الا ان هو يقفل المساحات امام المنتخب الارجنتيني ويدافع ويلعب جيم دفاعي بنسبه 100%. وده واضح في تجارب رينار خلال الفتره الاخيره في الثمان وديات اللي لعبهم من شهر 6 اللي فات. كويس، تعال نروح لتونس. يلا تونس. يعني تونس عنده فرنسا وعنده الدنمارك وعنده بدايه عنده الدنمارك الاول الدنمارك الاول بعد كده واستراليا وفرنسا. استراليا وفرنسا. لو هتكلم عن المجموعه الدنمارك استراليا وفرنسا، ايه اصعب المجموعه من وجهه نظرك؟ ولو قلت لي فرنسا هقول لك فرنسا دلوقتي ما فيهاش تقريبا 3/4 اللعيبه النجوم. ففرنسا مش فرنسا يعني بالزبط. منتخب فرنسا مش ده منتخب فرنسا اللي احنا نعرفه. فهل بنتكلم ان مباراه الدنمارك ربما هي المباراه الاصعب حاليا في المجموعه مع تونس؟ بص انا دايما بؤمن شويه بفكره الارقام وتكرار الاحداث في كره القدم. يعني المنتخب الفرنسي كان كسب بطوله 98 وخرج من دور المجموعات سنه 2002. اخر كاسين عالم المانيا كانت كسبانه 2014 خرجت من مجموعات 2018، واسبانيا كسبت 2010 وخرجت من مجموعات 2014. فدايما وابدا بطل العالم بيعاني في المجموعات في النسخه اللي بعدها. تاني حاجه انه غياب بنزيما، غياب كانتي، غياب بوجبا، كامافينجا برده في شكوك حوالين انه في ان هو يشارك في مباراه ولا لا، كل ده برده ممكن بيؤثر سلبا هيأثر سلبا على موضوع الانياب الى حد كبير، يعني خالي من الانياب بالظبط. بس طبعا لا يعني انت في النهايه برضو طبعا مؤثرين، بس هو ما شاء الله ده عندهم كتيبه جامده قوي. يعني ده عندهم مبابي وعندهم جيرو برضو، راجل هيبقى الهداف التاريخي لفرنسا. فانت بتتكلم برضو عندهم لعيبه ممتازين ولعيبه مؤثرين. هنقر على مبابي هيقوم، احنا قعدنا نقول بنزيما مبابي مصلحه راح يعني راح مصلحه تونس. كمان حاجه مهمه جدا وهي ترتيب المباريات. يعني المنتخب التونسي في البطوله اللي فاتت كاس العالم اللي فاتت قابل في البدايه بلجيكا، خسر منها 5-2، اثرت عليه بعد كده
في المباريات. ربما ترتيب المباريات الحالي ممكن يخدم تونس شوية. لو منتخب تونس قدر يعمل نتيجة إيجابية قصاد الدنمارك النهاردة، أنا أجزم لك إن تونس هتكون موجودة في دور الـ16، يعني هتقدر إن هي تخطف من أستراليا الفوز حتى لو تلقت هزيمة من منتخب فرنسا، فمنتخب تونس هيكون ضمن التأهل. فمباراة يعني الدنمارك النهاردة هي مباراة تأهل لتونس. شايف إن تونس أسعد حظا نسبيا من نظرائها المنتخبات العربية التانية المشاركة في النسخة دي؟ والله أنا شايف برضو المغرب منتخب كويس ومنتخب عنده مجموعة، يعني احنا شفنا بلجيكا، مش عايزين نحكم المباراه الوديه، طبعا هو منتخب مصنف الثاني عالميا، ولكن منتخب المغربي يقدر يجاريه. منتخب المغربي عنده رومان سايس، عنده اشرف حكيمي، عنده حكيم زياش، يعني اضعف الايمان هيقدروا يجاروهم زي ما كانت السنغال ند وخصم قوي لهولندا. المغرب شخصيه عندها لعيبه تقدر ان هي تجاري منتخب بلجيكي ومنتخب كرواتيا ومنتخب كندا. تونس نفس الكلام، مباراه التاهل هي مباراه الدنمارك، كسب منتخب الدنمارك وجزم لك ان تونس هتكون موجوده في دور الـ16. طيب المكسيك وبولندا، نروح للمكسيك وبولندا برضو من المباريات الموجوده النهارده. دي مباراه صاحب المركز الثاني في المجموعه، يعني لانه المنتخب برضو السعودي لو النهارده تاثر في بنتيجه المباراه، بدايه صعبه قصاد الارجنتين، يعني هتاثر عليه في المباريات القادمه. اللي هيفوز من بولندا والمكسيك ده هيكون اسعد حظا، ويقدر ان هو يقرب جدا من التاهل للدور التالي. توقعات شخصية بولندا، يعني جت من بعيد قوي وتأهلت بعد ملحق. أنا أظن أن بولندا مع ليفاندوفسكي كمان برضو حابب مع آخر مشاركة لي في كاس عالم في ظل كبر سنه، يعني ان هو كبر سنه ايه هو ليفاندوفسكي كام سنه؟ 33 سنه. طيب. كاس العالم الجاي ممكن يكون 38 سنه. ما في دلوقتي مشاركين عندهم 38، يعني منهم كريستيانو 37 بالظبط، وبيبي كمان مع البرتغال، بس هي برضو يعني استثناءات. وممكن لو ليفاندوفسكي استمر ده احنا هنبقى اسعد حظا ان ليفاندوفسكي مستمر. طب ما تيجي نتكلم شويه على التشكيل، تشكيل المنتخب. نرجع تاني للسعوديه والارجنتين. طيب هنرجع للنقطه دي، لان احنا محتاجين برضو نتكلم على قصه ان في نجوم كتيره في ده النسخه الاخيره، سواء احنا بنتكلم كريستيانو او ميسي او حتى ليفاندوفسكي. مش عارفه بقى المونديال اللي بعده مين النجوم اللي هتظهر، يعني هتلاقي اسماء مختلفه تماما. ان شاء الله يبقى صلاح التوب، نتمنى ان شاء الله ذلك. خلينا فعلا نرجع زي ما كريم قال للنقطه الاولى، لان احنا كمان مجهزين دلوقتي، بلغونا التشكيل بتاع المباراه النهارده الارجنتين والسعوديه. كويس. لو نعرضه ونتناقش بقى مع حضرتك فيه برضو. يلا بينا. التشكيل بتاع المنتخب السعودي، هي الصوره بعيده شويه بس هو انا عارف ان لو نجيبها هنا ممكن نجيبها هنا برضه. يا ريت. العويس هو في حراسه المرمى. بالظبط، تمبكتي وبليهي في قلبين الدفاع، ياسر الشهراني الباك ليفت، وسعود عبد الحميد الباك رايت. وسط الملعب بيلعب عبد الله المالكي اللي كان حاضر في المؤتمر امبارح مع محمد كينو اللي كان عليه ازمه التوقيع للناديين، بس عدت الازمه. وسلمان الفرج قائد المنتخب اللي رجع من الاصابه، اصابه كانت مؤثره ولكن قدر ان هو يستعيد حالته ويشارك في مباراه كرواتيا. قصاد الثلاثي البركان والشهري وسالم الدوسري نجم الفريق. هو يمكن الدوسري اكتر واحد مشهور، انا اكتر واحد اعرفه. نجم الفرقه ونجم الهلال. انت بتتكلمي في التشكيله دي فيها 9 لعيبه من الهلال. بنتكلم بس في 2 لعيبه، لاعب الخليج ولاعب البلاي، لاعب الشباب. دول الاثنين لعيبه اللي خارج الهلال السعودي. انما هل التفصيله دي ميزه ولا عيب؟ يعني فكره ان انت عندك 9 لعيبه من القوام الرئيسي للمنتخب مع بعض في نفس الفريق وبيلعبوا مع بعض، وممكن بنظره العين يبقى في تفاهم ما بينهم وما بين بعض، يعني ممكن تتاخد كنقطه قوه، ولا انت شايفها ازاي؟ بص، هي بتبقى نقطه قوه في بعض الاوقات. خدمت منتخب مصر مثلا في 2006 لو تفتكر، الجيل العظيم بتاع مانويل جوزيه، قد ايه ان كابتن حسن شحاته في الوقت ده استغله، وبقى التشكيل الاساسي كله من النادي الاهلي او 80% من النادي الاهلي. ده فرق جدا في الهارموني اللي كانت موجوده في الملعب. مشكله السعوديه شويه انه احتكاكات شويه للهلال قليله. الدوري السعودي مستواه عالي جدا، بتشوف فيه نجوم. بس كره حلوه، بس طبعا في الاوقات بتاعه كاس العالم شويه انت محتاج لعيبه عندها خبرات بيحتكوا بره مع منتخبات اوروبيه. ففكره وجود اللعيبه كلها من الهلال قصاد الارجنتين ما اظنش ان هي احسن حال للمنتخب السعودي. الكره السعوديه ناقصها ان هي تخرج لعيبه تلعب في اوروبا. طب تعال بقى نشوف مع بعض الارجنتين، تشكيل الارجنتين دلوقتي.
طيب مارتينيز في حراسة المرمى، روميرو اوتمندي في قلبين الدفاع، تاجليفيكو الباك ليفت ومولينا الباك رايت، ديبول وباريدس وجوميز، وقدام ميسي لوتارو مارتينيز وانخيل دي ماريا. تشكيله تقيله قوي، ويعني وسط ملعب تقيل، ديبول وباريدس وميسي. لا وكمان عندك دي ماريا ومارتينيز وميسي يعني برضو. انا قلت ابدا من ورا عشان خفت من الاسامي قدام. يعني انت متخيل اللي بيحصل؟ جامدين قوي يعني جامدين. وبعدين ميسي كمان يعني التشكيله دي انت مش بتلاقي بالفورميشن ده. احنا بنلاقي دي ماريا مثلا هتلاقيه ممكن بيلعب على الطرف اليمين، مارتينيز هتلاقيه موجود في قلب الملعب، هتلاقي تجلافيكو ومولينا الباكين رايت والليفت هتلاقيهم دايما طايرين ودايما بيزيدوا، باريديس ممكن هو اللي يثبت في وسط الملعب، فهتلاقي تنوع في الهجوم بتاع المنتخب الارجنتيني. خلي بالك كله كوم، وميسي بصفه خاصه مش بس يعني بعيدا عن امكانياته الاستثنائيه، انا قصدي اقول لك ان مشاركته في المونديال ده هتبقى هي كمان مشاركه استثنائيه. يعني كل متوقع ان ميسي هياكل النجيل بالمعنى الحرفي، قد يكون ده المونديال الاخير بالنسبه له. صحيح. واكيد يهمه جدا انه يختم مشواره ومسيرته الحافله بالنجاحات بلقب كاس العالم. اقول لك انا دايما في امنيه بقولها لاي حد بيكلمني على كاس العالم، بقول له انا عايز اشوف الفاينل ميسي ورونالدو، مشهد سينمائي جميل كده في الفاينل الاثنين واقفين بالشرط الكابتنه. بس هيصعب عليك بقى التاني اللي مش هيفوز، لان الاثنين دي اخر تقريبا مونديال ليهم هم الاثنين، وخصوصا ميسي الوضع بتاعه افضل وظروفه حاليا افضل. كريستيانو رونالدو كمان لو خسر في كاس العالم مع مانشستر يونايتد الوضع السيء اللي هو بيمر بيه، وخلاص ان هو هيمشي شهر واحد، الاوضاع كلها هتبقى وحشه كمان لو خسر. يعني فاهم قصدي؟ انا هزعل على كريستيانو رونالدو. بس انا هبسط من الماتش. انا هبسط. لا ده العالم هينبسط. بس انت ميسي ولا كريستيانو اكتر؟ خلاص الاجابه وصلت، ميسي طبعا. ولا والله اصل انا ما عنديش يعني ما برجعش حد على التاني، الحاجات دي ما بتبقاش بايدينا. الحب ما بيتشريش يا استاذ مصطفى. ميسي كل واحد ليه ميزه. يعني ميسي انا ما شفتش لعيب في حياتي زي، ربما عشان ما لحقتش مارادونا وما لحقتش بيليه، بس ميسي ما فيش حد زي اصلا. مارادونا نفسه يعني كان ليه علاقه استثنائيه بميسي، وكان بالزبط. ليه نظره، ليه شايف فيه امتداد ليه. يعني مش طبيعي. انا يعني ما فيش السرعه في ردود الفعل والترقيصات، انت بيكرر نفس ترقيصه بنفس الحاجه وانت مش عارف هو هيعمل ايه. بس هو ليه لغايه النهارده ما شفناش حد فيه ريحه مارادونا؟ هو ميسي بقى. بس يعني برضو مش يعني مارادونا كان وضع تاني، حدوته تانيه الحقيقه. يعني هو مارادونا من اللقطات اللي يعني انا اتولدت 87، مارادونا اعتزل يعني هو حاول يلعب 98 بس اخر بطوله كبيره ليه 94، فكان عندي 7 سنين 8 سنين، فما لحقتش اشوف مارادونا قوي يعني. بس ميسي انا شايفه من صغره بقى، ويعني انا جيله بقى فعاصرته. يعني رونالدو نفس الكلام، رونالدو راجل جان، راجل سينمائي، راجل بنى كل حاجه بتشوفها في رونالدو هو بنيها، هو اشتغل عليها. صحيح. بمهاراته بتصوباته بجسمه بشكله بكل حاجه هو اشتغل عليها، فده راجل تعب قوي وده راجل مهاري بشكل. انت عايز تقول ان ده فطري وده مصنوع الى حد لا 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 مش مصنوع. اصل مصنوع شويه ممكن تقلل من قيمه رونالدو. لا رونالدو عنده موهبه، بس ما فيش حد بيشتغل زي رونالدو، ما فيش حد بيتعب زي رونالدو. الشكل اللي وصل ليه والتعب اللي وصل ليه، انا عشان كده بحبه على فكره. وعنده شق كمان انساني محترم جدا. انا بالزبط. عشان كده بحب كريستيانو بصراحه اكتر من بالزبط. ميسي بكتير. بس على كل حاجه ارجع حد عن حد يعني كل واحد عنده حاجه يعني مهمه وحاجه حلوه. طبعا نجمنا محمد صلاح نفس الكلام برضو. طبعا. التعب والشقه بتاع السنين ده اكيد النهارده بيجي طبعا صلاح. كان نفسنا نشوفه يا اخي بيشارك مع منتخب مصر في النسخه دي. ان شاء الله بقى النسخه الجايه، النسخه الجايه احنا عندنا 2026 هيكون عندك 9 مقاعد ونص لافريقيا، فمالناش حجه بقى، وادينا مستعدين من بدري ومعانا في امريكا ان شاء الله. من دلوقتي احنا لازم نروح كاس عالم 2026. ربنا يصلح الاحوال. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا، كنت مبسوط مع حضرتك مع الاستاذه ومع الجماهير الاهلي العظيم. شكرا ليك يا مسيو، هتقابلنا تاني باذن الله. ان شاء الله مع بعض على طول. هنروح فاصل دلوقتي ونرجع مع حضراتكم عشان سؤال السوشيال ميديا، نشوف مين اللي توقع صح، مين من المنتخبات العربيه اللي من وجهه نظر حضراتكم هيتاهل او هتتاهل لدور ال 16. خلينا نشوف الاجابات بعد الفاصل.